إذن الجامعة الملكية المغربية للتايكوانجوتسو تنظم نهائيات كأس العرش في رياضة التايكوانجوتسو والرياضات المماثلة، يشارك فيها ثلة من الأبطال الوطنيين للنيل أو للظفر بكأس العرش. إخوان أساتذة ديالنا، أهلا وسهلا بكم. إذن دخول أبطال ديال اتحاد العالم للكاجو كيمبو. إذن دخول أبطال الجامعة الملكية المغربية للتايكوانجوتسو والرياضات المماثلة برئاسة الأستاذ بن عميرة، اللي كيعمل جاهدا من أجل إنجاح وإعطاء الصورة الحقيقية لرياضات الفنون القتالية بالمملكة المغربية الشريفة. نحن من مدينة الداخلة حاضرة جهة وادي الذهب القويرة، ورئيس اللجنة الوطنية للكاجو كيمبو تشارك بكل فعاليتها في هذا اللقاء الوطني الكبير.